السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. القناة اللي غادي تلقى فيها إن شاء الله الفروض وكذلك الدروس وكذلك نماذج الامتحانات الإشهادية ولهلا يحشمنا. مرحبا بكم. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نكملوا سلسلة ديال الفروض المراقبة المستمرة المرحلة الثانية، النموذج الثاني من اللغة الفرنسية وبالضبط لاكتيفيتي ديال لورتوغرافي ديكتي. اللي باقي ما تفرجش في الفروض اللي ديجا درت في القناه يدخل لا ديسكريبسيون، غادي يلقى بزاف ديال الليام بزاف ديال الروابط، يدخل ويتفرج بتمعن. واللي بغى البي دي اف يتواصل معايا في الرقم ديال الواتساب، غادي نحطه في الديسكريبسيون وكذلك غادي نحطه في اول تعليق في هذا الفيديو. مرحبا بكم. اذا لورتوغراف عندي 4 كاستيون او بيان عندي 3 كاستيون ديال لورتوغراف وعندي واحد لا كاستيون ديال ديكتي. دونك نبداو بلا بروميير كاستيون. Elle est très simple. Relie chaque sujet au groupe verbal qui lui correspond. Donc, on a dit les sujets, on a dit le groupe verbal, c'est-à-dire le مجموعة الفعلية. من طبيعة الحال غادي نطابق وخصنا ندير التطابق ديال لو سوجي مع لو فيرب. ميمكنش يكون لو فيرب في البلوريال و سوجي في سينغولي، نو. دونك سي بور سولا خصو يكون عندنا واحد لاكور اونتر لو سوجي اي لو فيرب، داكور. وهذا درس من الدروس اللي قريتو في الوحدة الثانية في لورتوغراف. هنا عندنا اون، اون اللي كيلعب دور ديال ايل وكيلعب دور ديال ال، دونك تخوازيام بارسون دو سينغولي. هنا عندي نو première personne du pluriel. On a dit les invités jouent le rôle du il du pluriel. On a dit joue. Fêtant la rentrée scolaire, se prépare pour assister à un mariage, me dépêche, doit se dépêcher pour être à l'heure. Donc, on a dit les pronoms, on a dit les verbes. On a dit fêtant, le verbe fêter conjugué au présent de l'indicatif avec nous. Rabaina ONS. Se prépare, le verbe se préparer, conjugué au présent de l'indicatif. On a chufna, chufou le terminaison de l'ENT. On a me dépêche, le verbe se dépêcher, conjugué au présent de l'indicatif. On a doit, le verbe devoir. D'accord? On a en, nous, les invités, je. Bdou, bhadi, fetan, c'est mahan ou rabaina. D'accord? Aoulou rabto bouhat l'mistara. Comme ça. Nous, ayem chas. Hna il, elle, c'est bien, donc, soit dépêche, ou bien je dois, ou bien je me dépêche. Rabbeina, je me dépêche, alash li anna ma je, kenzidou, comme un pronom réfléchim. Ça fait? Donc, je me dépêche, comme ça. Les invités, pluriel, c'est la blainte, d'accord? Donc, se prépare. Comme ça. Ou qu'est-ce qu'on allait en? On doit se dépêcher pour être à l'heure. D'accord? On. Comme ça. Ça va? Donc, on doit se dépêcher pour être à l'heure. Nous fêtons la rentrée scolaire. Les invités se préparent pour assister à un mariage. Je me dépêche. C'est très bien. Passons à la deuxième question. C'est très simple. Suivez avec moi. Par la forme verbale correcte. D'abord, on va essayer de comme ça. Elle a le verbe ou bien la forme verbale correcte. C'est-à-dire le verbe. Il y a une tsrife selim dit le verbe. Finalement, اللي مصرف صحيح هو اللي غادي نشطب عليه. دونك tu هنا لي بيان لي دو بال استوار. لي سي لو فيرب لير. لير سي ان فيرب دو تروازيام جروب. كور هنا لو فيرب لير مصرف فين؟ في البريزون دو لانديكاتيف. او بريزون صافي او بريزون دو لانديكاتيف. انا نشوفو فين هي التصريف السليم وفين هو التصريف السليم. واش tu لي افيك تي او بيان tu لي افيك اس؟ من طبيعه الحال tu لي افيك اس هي اللي صحيحه، حيت افيك ت كنزيدوها مع اي لا ال سينغولي. دونك هذه هي اللي صحيحه. علاش؟ لان كتكون هكا لي مع جو، مع تو كتكون لي عاوتاني، ومع اي كتكون لي كوم سا صافي. دونك اس اس تي. دونك اللي صحيحه تو لي هذه دو بال استوار. فو زاريفي او بيان فو زاريفون اون اسوسياسيون دو سوليداريتي. هنايا فو واش اريفي افيك او زد ولا افي اريفي افيك او ان اس؟ من طبيعه الحال اريفي افيك او زد. علاش؟ لان مع فو كنزيدو او زد. دونك هذه تري فاسيل. فو زاريفي اون اسوسياسيون دو سوليداريتي. اون باس ا لا تخوازيام كاستيون. سويفي افيك موا. اونتور لو بارتيسيپ باسي كي كونفيان دون شاك فراز.
دونك غادي اش غنديروا؟ غادي ندوروا على لو بارتيسيب باسي اللي هو صحيح في هاد لي فراز هادو. دونك عندي هنايا فراز ا بي سي البارتيسيب باسي الي، هنايا اريفي، هنا سورتي. هنا لو فيرب الي كيتصرف مع لوكسيليير اتر، هنا لو فيرب اريفي كيتصرف مع اتر، وهنا سورتير كيتصرف مع اتر من طبيعه الحال. وحنا كنعرفوا لي فيرب اللي كيتكونجيغاو مع لوكسيليير اتر البارتيسيب باسي ديالهم بطبيعه الحال كيتاكوردا اون جونغ اي اون نومبر افيك لو سوجي، يعني كيتطابق ولا كيتناسب اون جونغ اي اون نومبر، يعني في التذكير والتانيث. الا كان لو سوجي بلوريال حتى البارتيسيب باسي سيكون في البلوريال، الا كان لو سوجي فيمينا حتى البارتيسيب باسي سيكون فيمينا. دونك ا نوتر انسيغنون اي الي او بيان الي او بيان الي بارتيسيبي ا اون فورماسيون. نوتر انسيغنون ستادير المعلم ديالنا ولا الاستاذ ديالنا. دونك الاستاذ ديالنا كيلعب الدور ديال ال هادي Il est, allez ou bien allez. Donc, l'ustad dina, c'est masculin. Masculin singulier. Donc, masculin singulier, le job sahih, wahed, l'ustani. Ça fait? Donc, c'est très simple. Donc, notre enseignant est allé participer à une formation. D'abord, il a quand même notre enseignant, quand même notre enseignante. C'est-à-dire, le mu'allima dielna, ou l'ustada dielna. Féminin. Mais, on a trop chadi. Hélas, hitaj féminin. حتى البارتيسيب باسي خصو يكون فيمينا، باش يكون بارتيسيب باسي فيمينا خصنا نزيدو لو او، دونك كانت غتكون هادي، خصنا ننتبهو صافي. إلي أريفي أو بيان أريفي أو بيان أريفي أ ليكول توت لا جورني، لو فيرب أريفي سيت أن فيرب دو بخومييي جروب، دونك غادي يتصرف مع إل هنايا، مع إل دو سينغوليي فيمينا، إل دو سينغوليي فيمينا كنزيدو معاها أو دو فيمينا، دونك فين هي اللي زدنا معاها غير أو دو فيمينا؟ حيتاش هادي ما مزيودش من موراها او، ستادير هادي ماسكولين، وهادي بارتيسيب باسي هنايا عندي مزيود لو او اي اس، او دو فيمينا اي اس دو بلوريل، وهنا عندنا ماشي او اس دو بلوريل، صافي ما عندناش بلوريل هنايا باش نزيدو اس. هنا مي زامي سون سورتي او بيان سورتي او بيان سورتي دو مارشي، مي زامي هنايا كتلعب الدور ديالاش، غنشوفو علاش كدور، واش كتلعب الدور هنايا سي بلوريل، واش كتلعب الدور ديال ايل هادي ولا ال هادي، بطبيعة الحال كتلعب الدور ديال هادي علاش؟ حيتاش هنا ميزامي صديقات ديالي ها هما او، هنايا هاد او هادي كتعني بانهم فيمينا، ميزامي صديق كتلعب الدور ديال هاد ال هادي فيمينا، سي تخي بيان، فيمينان بلوريال، اتونسيون، دونك فيمينان بلوريال كنزيدو او دو فيمينا اس دو بلوريال، فينا هي اللي مزيود لا او دو فيمينا اس دو بلوريال، هي هادي، دونك اللي صحيحة هي هادي، دونك ميزامي سون سورتي دو مارشي، ها حنا سالينا. سي بيان غندوزو الان لهاد الديكتي لعلاج النقط. ريكري لو تيكست سويفون اون رومبلاسون جو باغ نو، دونك هاد لو تيكست هذا الصغيور اللي عندنا هنايا غادي نحاول نبدل جو فيما شفت جو غنبدلها باش غنبدلها بنو. ها جو هنايا عندي هنايا عندي هنا وعندي هنا. علاش انا درت هادشي هذا؟ باش نعرف واش نتوما فاهمين كيفاش كينتقل لو فيرب، يعني كيفاش كنطبقوا لو فيرب مع لو سوجي صافي. سي بيان نعاود هاد دونك شاك ماتان هي دونك نو لو فيرب فير نو فوزون كوم سا دو سبور. Ensuite, je, tenez d'où les nous. On a le verbe doucher ou bien se doucher. C'est un verbe pronom nominal, donc on dit nous, pronom personnel ou pronom réfléchi. Nous on dit pronom réfléchi. Adam, ça refait le verbe doucher. Tous les douchants avec ONS. Ah ben? Puis, je prends. Je, tous les nous, nous prenons. Nous prenons Edmond, mon petit déjeuner à tout le lit. Notre petit déjeuner. Comme ça. Enfin. On dit enfin. Je vais. C'est le verbe aller. Le verbe aller, ça refait le présent de l'indicatif. Non. Donc nous. Nous allons. Au travail. Nous allons au travail. سي تخي بيان. وبهذا غادي نكونو كملنا هاد الديكتي وعوضنا جو مع نو، عوضنا جو بخوميييغ بارسون دو سينغوليي
Mais nous, première personne, aoudna je première personne du singulier, bayesh be première personne du pluriel nous. Bada gadi nkun kmelt l'fard ديال اليوم اللي كان كيخص l'orthographe et dictée. مستوى الخامس ابتدائي المرحلة الثانية. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناة التربوية مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم انا الأستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.